حررت. يعني الجولاني لن يذهب أو لن ينضوي تحت أي لواء. لا يمكن. الجولاني رجل يبحث عن القيادة وهذا يطمعه الشخصية، وهذا سبب أصلا خلافه مع القاعدة ومع داعش لاحقا، أنه هو رجل يريد أن يكون الرقم الأول. هو يقدم نفسه على هذا الأساس، وهو صحيح اليوم يقدم نموذج لشخصية براغماتية جدا. يعني قبل شهور كان هناك تراشق بين الجولاني وبين هذه الفصائل التي اليوم الجولاني يدعمها في العفرين، حمزة وسلطان شاه، كان هناك تراشق وسباب وشتائم من هذه الفصائل. فلذلك هو رجل براغماتي جدا، لا مانع لديه حتى من التوحد مع أي فصيل، حتى لو كان هذا الفصيل ينتمي إلى طرف آخر يعني منافس له في هذه المنطقة. صحيح أن الجولاني لديه إشكالية، هو ليس لديه نفوذ في ريف حلب كما هو الحال في إدلب، ولكن يستطيع من خلال اليوم حلفه مع هاتين المجموعتين أن يصبح لديه نفوذ في هذه المنطقة. أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا ربما يقلب المعادلة بشكل كامل، إلا إذا كان هناك توافق حقيقي قد تم ما بين تركيا وروسيا في الدهاليز. هذا إذا كان قد حدث فنستطيع أن نفهم لماذا يعني التغاضي التركي عن هذا التمدد، أو ربما تضغط تركيا مرة أخرى كما حدث في السابق وتنسحب الهيئة. لكن انسحابها هذه المرة من عفرين لن يكون كالسابق، بل سيكون لصالح الهيئة، لأن الهيئة ستمكن حلفائها من هذه المنطقة.